2016 اهتم بنفسك وبصحتك، لأن إذا اهتميت بنفسك الحين نفسك بتهتم فيك بعدين، وإذا ما كنت تلبس حزام الأمان البسه الحين. وشكرا. نبتدي السنة بابتسامة وتفاؤل وقناعة، وما ننسى أبدا الرياضة والأكل الصحي. Start 2016 with a healthy lifestyle. Eat healthy, eat lots of fruits and vegetables. Avoid all types of unhealthy food, including salt, sugar, and fried food. قرار السعادة قرارك. اجعل 2016 عام سعادتك. افهموا أنفسكم وأحبوها. العطاء باب السعادة لكم ولمن تحبوه.